مرحبا بك. قضية اللي نقترحها عليكم في أشهر القضايا العربية تبدأ من صور جينا من مصر، صور كاميرا مراقبة توري امرأة لابسة نقاب داخل العمارة. شوف معايا هذه الصور. الصور هذه هي مربط الفرس في الجريمة اللي باش تصير في الدقهلية في مصر، في منزل إيمان عادل ورجلها أحسين محمد. جريمة باش تكون غامضة في المدة الأولى إلى أن نعرفوا شكون المتخفي وراء هذا النقاب. قضية باش تهز الرأي العام المصري اللي باش يطالب بحق إيمان. إيمان ستكون الضحية في هذه الجريمة. عروسة جديدة ما عندهاش عامين عرس، عندها بيبي وليد صغير عمره شهرين، ولكنها ستكون نهايتها نهاية مأساوية بتفاصيل مثيرة نحكيها لكم في أشهر القضايا العربية.